سامح عبد الحميد، الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي، نسب إليه أنه أصدر فتوى بعدم جواز الترحم على الفنانين، لما الفنان يموت ما تقولش الله يرحمه، أو إذا قلت الله يرحمه يعني هفهم منه نص الفتوى. الشيخ سامح عبد الحميد، شيخ سامح، أهلا بيك. حال أهلا بيك شيخ سامح. أهلا شيخ سامح. هل الوقت إلى ماذا استندت في فتواك بعدم جواز الترحم على الفنانين؟ في البداية أحب أوضح أن هذا كذب، يعني أنا لم أقل هذا أبدا، بل الأصل جواز الدعاء لكل من مات على التوحيد من المسلمين، فنتضحم على المسلمين، على الممثلين والفنانين عادي جدا، مع توضيح يعني بعض المفاسد اللي في الأفلام. يعني الأفلام مثلا فيها مفاسد اجتماعية، مفاسد أخلاقية، فيها أخطاء من الناحية الأمنية، تعليم جريمة، فيها حتى مفاسد اقتصادية. فأنا بقول نترحم عليهم، نترحم على كل مسلم طبعا، مش هنمنع كده، ولكن لا ننكر أبدا إن هناك مفاسد كتيرة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال يحضرني الآن مثلا مدرسة المشاغبين، شفت مثلا يعني بوظت أجيال كاملة، تجربوا على المدرسين ويعني بقوا يستهتروا بيهم ويلعبوا بيهم، تخيل انت مدى الفساد والإفساد. أما مثلا نلاقي من فترة طويلة أحد الممثلين يشاغل الرأي العام عشان المحاكم، وينسب له طفلين لا ما ينسبوش إليه، وبعدين المحكمة تحكم، والحمض النووي، تخيل وصل الحل للدرجة دي. يعني فيعني هل هؤلاء قدوة ولا هؤلاء مثل أو كده؟ أما تلاقي مثلا طفل في إعدادي مشهد اغتصاب لمدرسة، فيعني ده وصلنا لإسفاف رهيب جدا جدا جدا. أيضا كمان بالمناسبة معايا حد، تلاقي مثلا أخبار عجيبة جدا، أول ظهور للفنانة فلانة بعد طلاقها مثلا. يعني معقولة هل الجماهير منتظرة مثلا إن الممثلة ديت أول ظهور لها بعد الطلاق، والممثل فلاني يتزوج، ودوت عيد ميلاده، ودوت يعني مثل فيلم ده، ودوت أخرجه، ودوت، فبتحس إن شغلوا المجتمع بأشياء عجيبة جدا. يعني فالأستاذ خالد الصاوي وغيره كان زعل إن أنا وصلني كده. أنا كمان بنتهز الفرصة وأقول هو لو يعني لو يزعلوا هم يزعلوا من غياب الضمير الصحفي عند بعض الصحفيين، يعني مثلا ما فيش امانه في النقل. انا ما قلتش كده ابدا لا يجوز الترحم، نترحم عليهم. جاد رحم الله مثلا، اظن الاستاذ حمدي احمد، الاستاذ ممدوح عبد العليم، ربنا يرحمه رحمه واسعه، نترحم عليهم، انما انا ما قلتش لا يجوز الترحم. طيب بس انت بتقول نترحم عليهم، بس لازم نقول ما نقر بالمفاسد يعني. ودي حاجة غلط، ودي حاجة أيوة أنا بقول كده، يعني زي ما بنقول يعني أقول عليهم. أقول مثلا الله يرحمه أقول لك أنا ويغفر أقول له عن المفاسد التي ارتكبها في أعماله الفنية، النص كده صح؟ لا أنا بتكلم عامة، لا أنا مش لازم أستنى الممثل يموت وبعدين أتكلم في موته كده، لا لا، يعني برضه كان أحدهم قال لي يعني لا أنا مش هستنى واحد يموت، أنا بتكلم المفاسد في ناحية وعظمة الموت، ويعني إن هو ربنا يرحمه ديت حاجة تانية، انما انا بتكلم عامه لازم ننتبه الناس دي عملت فينا ايه. يعني انا دلوقتي كأب مثلا عندي اولاد وكده، يعني اما اسمع ان زمايلهم يحكوا لهم ان مشهد ساخن مش عارف طفل في تاني اعدادي يغتصب، بدل ما يبص للمدرسه على انها مامته وعلى انها قدوه يبص لها هذا النظره. يعني فيعني ما السؤال يا استاذ وائل، سؤال مهم جدا، ماذا قدمت الافلام لمصر؟ يعني آلاف ومئات الأفلام، ماذا استفدنا؟ ماذا استفادت مصر بهذه الأفلام؟ طيب أنا يعني خلصت حضرتك عشان أبتدي أناقشك ونشوف كمان الشيخ سامح. يعني أولا في اللي حضرتك بتقول، أنا بس عايز بتقول لما نلاقي في فنان في مشكلة تتعلق بقضية نسب، طب وأنا لما ألاقي شيخ ضبط متلبسا مع فتاة، هل ده يصيب كل المشايخ؟ مش كان في عندنا حالات للشيخ علي ونيس، اعتقد
اللي ضبط متلبسا مع فتاه وسيده وعندي دي برضو وعندي حل... من اصل انت خدت واقعه أيوة. تتعلق بفنان هو اصل الفنان متهم مسبقا، الفنان عندك هو سيء السمعه مسبقا، لكن لو شيخ ارتكب نفس هذه الواقعه فهي لا تصيب المشايخ كلها. اشمعنى هنا انت بتدلل على واقعه يمكن ان تحدث لاي شخص، لمهندس، لطبيب، لمحاسب، لصحفي، لشيخ، تمام. ليه ماسك في انه اللي عملها اصله شوف الفنان وليه؟ تمام. الواقعه اللي سعادتك بتقول عليها ديت واقعه لو انت تتبعناها للاخر نلاقي المحكمه برئته، بس الجرايد لا المحكمه لم تبرئه، لا المحكمه لم تبرئه وهو طلع وما زال هاربا حتى الان، المحكمه لم تبرئه. واذا هي واذا هي مش واقعه على فكره، في عندي عشرات الوقائع كتير منها جدا بيبقى برضه، وعندي بعض المشايخ بيستخدموا الدين علشان ينصبوا على الناس. هل ده يصيب كل، هل ده ينعكس على كل المشايخ او كل رجال الدين؟ لا, لا ينعكس. تمام. انا في نقطه مهمه، انما اشمعنى عندك اشمعنى عندك ينعكس على الفنانين؟ يعني تمام، في نسبه من الفساد بتقع في المجتمعات، حتى مثلا في مجتمع المدرسين، مجتمع القضاء، مجتمع الاطباء، اي مجتمع. وعندي مدرسين، هل ينعكس على كل، اشمعنى عندك إنما الفنان؟ انما انا بتكلم اشمعنى عندك الفنان سيء السمعه مسبقا؟ ماشي، ما انا هقول لسعادتك دلوقتي، المدرس بيقدم ماده علميه، ده الاصل فيه، وان كان البعض سيء ده نسبه ضئيله، كذلك الاطباء، كذلك القضاء وغيرهم. اما الممثل فهو طالع يقدم ايه اصلا؟ يعني هل تاريخ الممثل، لما الممثل مثلا ده طالع في الافلام وما شابه ذلك، هل هو قدم يعني تاريخ حسن عشان نبقى ماشيين مع حسن؟ قدم افلام وقدم زي ما بيقول لحضرتك تاريخ طويل جدا، تيجي تحسبه هتلاقي قدم ايه؟ عمل يعني مثلا ممثل زعلان، او لقيت كذا ممثل زعلانين من الفتوى اللي اتنقلت لهم غلط ديت. لا هي مش غلط كده، لا انت بالكلام اللي انت بتقوله انا حسيت ان هو انت بتقول انا هترحم عليه ولكن لازم اذكر مفاسده. طب لو انا عم عطيه، اي عم عطيه هقول الله يرحمه، هو انت عارف عم عطيه عمل ايه؟ اي عم عطيه يعني، اشمعنى الفنان اللي الله يرحمه؟ بس يا جماعه خلي بالكم، انا بقول لحضرتك لازم تذكروا مفاسده. لا ابدا، لا هو انت تعرف أبداً. فلان اللي انت بتترحم عليه او ربما بتحضر عزائه كان تاجر مخدرات ولا كان يغتصب فتيات بالليل ولا لا؟ هو انت تعلم عنه حاجه؟ تعلم ما الذي يفعله اي تمام شخص؟ تمام. يبقى حضرتك ليه الفنان عندك صح؟ ليه الفنان عندك هو اللي سيء السمعه؟ انا بقول لحضرتك دي احصاءات رسميه، مدى الفساد اللي اصاب ده، حتى بقول لحضرتك دي مفاسد مش غير اخلاقيه واجتماعيه والكلام ده وتعليم جريم، مفاسد اقتصاديه، ودخل علينا المسلسلات التركي وغيرها المترجمه مئات، فتخيل اولادنا بدل ما ينتبهوا لحاجه مفيده تنفعهم في دينهم ولا دنياهم، نلاقي الاولاد متاخرين دراسيا بسبب متابعه العشرات ومئات الحلقات. فانا بتكلم على تاريخ مبني مصر تحملته في سبيل ان هي في الاخر بيستوردوا كمان، يعني حتى في الفن مش نافعه. يعني الممثلين دولت اللي طالعين في مؤتمرات والناس كبرتهم وطلعتهم ياخدوا اوسكار وياخدوا جوائز وياخدوا كذا، ويمثلوا الناس احلى عيشه والحب والكلام ده كله والغرام، وفي نفس الوقت تيجي تبص لهم حياتهم تلاقي مش على الممثل اللي انا بقول لك عليه ده لوحده ده. وانت تعرف حياتهم فيها ايه وانا اعرف حياتك فيها ايه يا شيخ سام؟ انا اعرف انت بتعمل ايه؟ لا. طب اشمعنى الفنان اللي بتعطي لنفسك الحق انك تقول طيب شوفوا حياتهم عامله ازاي؟ انت بتكلم انت لا ده انا بتكلم على القواضي اللي في هو دي مش حاله فريده اللي انا حكيت لك عليها. ما انا عندي اجيب لك 100 حاله فيها مشايخ ارتكبوا جرائم. لا مش 100 حاله ولا حاجه. لا يصيب كل المشايخ. انا 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 عكسك بقى. انا بقول ده لا يصيب كل المشايخ، بس انت شايفه يصيب كل الفنانين. لا انا بتكلم كل فنان حسب اللي قدمه، لان هم مش كلهم مع بعض في السوق. مش كل، انما بلا شك الافلام تحتوي على كميه مخاطبه غرائز بطريقه بشعه جدا جدا جدا، اسفاف رهيب جدا جدا. ازاي الاب يقعد ما بين بناته وهم بيروا مشاهد ساخنه؟ لو بتناقش انت ما بتناقش القضيه في انه الفن الجيد والرديء، انما انت بتناقش القضيه من زاويه انه اتهام الفن. انت شايف يعني انت هل شايف فيه نوع من الفن كويس ولا انت عندك موقف من الفن كله؟ لا الفن جميل لو خلى من المحظورات الشرعيه وكان هادف وكان فيه فايده للناس يبقى تمام،
انا ضد الفن. ليه؟ اي طيب. فن طالما خلى من المحظورات الشرعيه وكان يفيد الناس والمجتمع فاهلا به. عشان اسمع الـ هنا انا بس، انت يعني انت نترحم بتصلح الفتوى بتاعتك، بتقول مش بصلحها هي ديت، هم نترحم على الف... لا هي ما تختلفش يا شيخ اللي انا سمعته منك دلوقتي. لا ما هو بيقول لا يجوز ترحم، انا ما قلتش لا يجوز ترحم، الكلمه دي لم تخرج مني ابدا. هترحم عليه بس هقول ربنا يغفر له عن المفاسد التي ارتكبها الفنان ده اللي بوظ الدنيا وافسد الناس. خلينا اسال خليك معايا يا شيخ سامح واسال الاستاذ مجدي احمد علي المخرج الكبير. استاذ مجدي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. هل استمعت الكلام الشيخ سامح عبد الحميد؟ هو يعني قال انا ما قلتش نترحم على الفنانين، لا يجوز الترحم على الفنانين، ولكن انا قلت لا نترحم عليهم ولكن ان نذكر ايضا مفاسدهم التي ارتكبوها. مساوئ موتاكم، اذكروا مساوئ موتاكم. الو؟ انا سامعك. يعني اذكروا مساوئ موتاكم. يعني يعني ده القصد الشيخ. على العموم يعني هي الحكايه الحقيقه بقت زياده عن اللزوم قوي، فكره ان احنا ناخد كتير من وقتنا في الرد على مثل هذه الاشياء. لا ما انا اصلا لازم ارد عليها يعني يا استاذ مجدي، ما ينفعش اسيبه كده ينتشر على مواقع. لا ما ينفعش كمان، اي حد من حقه اللي يفتى كمان، اي حد ما يعني عابر سبيل من حقه يفتي ويقول حاجات ما لهاش اي علاقه لا بالدين ولا بروح الدين ولا باصل الدين ولا حتى بالدنيا ولا بالمجتمع. يعني هو الكلام اللي قاله حوالين الفن يصلح كلام بيقوله واحد قاعد على المصطبه يعني، او ناقد بطيء الفهم يعني للسينما يقول، انما ده علاقته بالدين. ايه علاقه اللي هو بيقوله بالدين؟ يعني ما لوش اي علاقه بديننا اللي بيدعونا للابداع وللتفكير والامعان الخيال. يقول لك ايه اللي قدمه للفنان؟ اللي والله الفنان ده هو اللي هو اللي قدم الناصر صلاح الدين، وهو اللي قدم كل بدايه ونهايه، وهو اللي قدم الزوجه الثانيه وخلى الناس تعرف حقوقها، وهو اللي خلى الناس تعرف حقوقها الثوريه عشان تصور على الظلم في من اول فيلم في تاريخ السينما الى اخر فيلم، وهو اللي علمنا ازاي نبقى احرار وازاي نبقى بنفكر بطريقه مختلفه. يعني من غير الفن كانت حياتنا هتبقى مستحيله، انما من غير اللي هو بيقوله الحقيقه كانت الحقيقه حياتنا هتبقى اسعد بكثير. انما يعني انا مش قصدي يعني خالص ان انا اخش معاه في ديبيت او في مناقشه، لان الموضوع اصله يعني واصل لمستويات انت ما بتعرفش تقول ايه. يعني هو الفنان عمل ايه؟ لا الفنان عمل كتير قوي، والفنان هو اللي ما بيدعوش في كتبه للقتل، والفنان هو اللي ما بيدعوش في كتبه للتفكير، بالعكس بيدعو للتسامح، بيدعو للوحدة الوطنية، بيدعو لإنشاء وطن مبني على الحرية وعلى الكرامة وعلى الإنسانية وعلى الاعتراف بالآخر. أنت دلوقتي بتتكلم تقول لك الفنان عمل إيه؟ طيب ما كتير من الشيخ بيدعو في كتبهم إلى القتل وإلى إنكار الآخر وإلى تكفيره، يعني دول كلهم بقى حلوين. ده واصل لدرجة إن هو مش عايز يعترف بأن علي ونيس عمل كذا. يعني وكأنه المشايخ دول كائنات منزهة عن الخطأ، يعني حاجة في منتهى الغرابة. فأنت الحقيقة وائل يعني فعلا مش عايز أقول إن تضييع وقت، لكن بقت زيادة عن اللزوم إن احنا ناخد ناس يعني من هذا النوع من يعني ألا يكفي انغلاق العقل، كمان بقى فيه انغلاق للقلوب، يعني بقت في قلوب مقفلة كمان. طيب. أصل أنا لقيت يعني انزعاج شديد في أوساط، مش في أوساط الفنانين فقط، في أوساط المثقفين والسياسيين والعامة حتى من الناس. يعني سوري يعني مع كل احترامي من هو يعني بمعنى انزعج من يعني من حد أعرف أكلمه. يعني أنا دلوقتي إحنا بقى فكرة أن الكلمة العظيمة اللي قالها الأستاذ عبد الرحمن الخميسي، إن أنا أعيش طول عمري أدافع عن قيصرتي ولا يتبقى لي وقت لأعزف الألحان. أنا طول الوقت طيب. حاسس إن أنا في موقف الدفاع عن الناس. خلينا أسأل الشيخ سامح تاني. شيخ سامح يعني أيوة. يعني هنا يعني الفنانون مثلا، وأنا الحقيقة القضية مش قضية مقارنة، لكن انت عندك هو الفن سيء السمعة والفنان سيء السمعة مطلقا. طيب دلوقتي لكن هو بيقول لك بعض المشايخ الذين افتوا بالقتل. طيب.
لا، في نقاط محددة بعد إذن حضرتك. أولا واضح إن هو اللي يقبل الآخر وبيتكلم بلغة إزرائية ولغة علوية، وهو اللي يعني ما بيناقشش، هو بيتكلم عشان يتكلم على شخصي. أدي نقطة. النقطة الثانية، الناس اللي بتدعو للقتل دول تكفيريين لا علاقة لنا بهم أبدا، وأنا يعني دولت يعني لهم خطأ شرعي وخطأ قانوني وهكذا، وإحنا لا يمثلون أبدا. النقطة الثانية لما بيتكلم على الإبداع وكذا وكذا، أنا قلت لسعادتك الإبداع شيء جميل في كل المجالات مش في التمثيل بس، ولكن يخلو من المحاذير الشرعية. وبالمناسبة أنا تذكرت الآن مثلا كلمة جميلة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله، كان في لحظة تدبر قال للفنان عبد الوهاب، قال له أنت هتقابل ربنا بإيه؟ تقول له أنا قدمت وعلشت بوسني في عينيا. فكان لحظة تدبر جامد، وديت حلقة ولقيتها على اليوتيوب الحتة ديت بتاعت الدكتور مصطفى محمود وهو كان بيتأمل. وهو انا هختزل عبد الوهاب في بلاش تبوسني في عينيا يعني. ما انا بقول لسعادتك يعني دي من ضمن الحاجات طب اللي انت عبد الوهاب عندك تترحم عليه دون ان تفتح قوسين، ولا لازم تفتح قوسين وتقول فساده وما قدمه من فن فاسد؟ ما انا بقول لسعادتك دي قضية الافساد دي في جانب، اما قضية الترحم دي فنترحم على كل مسلم. عبد الوهاب رحمه الله، مصطفى محمود، كل حد مسلم مات رحمه الله، دي قضية منفصلة تانية عن قضية ان احنا لا. انت طالما دللت بعبد الوهاب، انت شايف انه عبد الوهاب ايضا من فصيلة الفنانين اللي انا اقول على تدخل عبد المفاسد فيهم اللي انت اتكلمت عنها. كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، عبد الوهاب كان قال عبد الوهاب صوته جميل جدا جدا لو يغني من غير موسيقى. فعبد الوهاب فعلا كان حاجه نادره وفنان كبير وكل حاجه، بس لو كان الافلام اللي عملها والحاجات اللي عملها بلا شك فيها مشاكل جامده جدا جدا، واثرت على اجيال قديمه من الابيض واسود لحد دلوقتي، اشياء لا تنكر، اشياء معروفه. فانا دلوقتي لا، احنا متشددين زي ما اثرت ايه بيقول. تاثيرا سلبيا ولا ايجابيا؟ بلا شك سلبي، بلا شك سلبي. ماذا سلبي. استفدنا من كل ده؟ ماذا هذا التراكم الكبير في الافلام، اعداد رهيبه من الافلام وتوجيه طاقات كل ديت، ماذا استفدنا منها؟ فكان يعني انت شايف الفن ما استفدناش منه في حاجه خالص يعني. الفن اللي هو فيه محاضرات شرعيه، الفن فيه موسيقى، فيه نساء، فيه مخاطبه غرائز، فيه عنف وجريمه، في يعني طول الفيلم كله البطل اللي مع البطل، طيب كمان يعني واحد مع واحده يقول لها نتجوز والطير شاهد علينا والكلام ده، والشباب يقلدوا، وجه بعد كده الزواج العرفي. فهل دي كل، طب ما دي البطل ده في نظره ده انسان جميل جدا وانسان ضحيه مجتمع، وعمل كده مع البنت دي برضه هي ضحيه مجتمع، وكانه بيبرره للخطا وبيبرره للمصيبه. مين يرضى على اهله كده وعلى بنته كده؟ يبقى هو ولد مع بنت في حته ويقول لها الطير شاهد علينا واحنا مخلصين وربنا شاهد علينا وانتهى الموضوع. فدي كلها كوارث ومصايب بتعلم الافلام. فلما انا بساله على يجي هو يقول لي اللي بيقتلوا والارهابيين، لا دول انا مش راضي عليهم طبعا. طيب خلينا نسمع تعليق استاذ مجدي، اتفضل استاذ مجدي. استاذ وائل والله العظيم ترهات، يعني قاعد يحكي لنا في افلام ترهات، يعني بيحكي افلام انا مش فاهم جاب منين الافلام دي، وان الناس بتبرر الكلام ده. قالت لي فيلم واحد بيبرر، ده بيبرر ان دي كوارث. ده الافلام في معظمها في 99% منها بتبرر ان الجواز العرفي كارثه، وان الجواز خارج اطار المجتمع كارثه، وانه اللي بيجيب انجاب غير شرعي، وانه بيجيب كوارث وبيجيب جرائم. بالعكس، ده احنا عندنا السينما فيها يعني من الاخلاق، يعني مش عايز اقول ما يزيد عن اللي هو بيقوله حضرته، بس هو ايه الفكره انك تاخد شويه كلام تقعد تقولهم اصل بيدعوا لكذا واصل بيدعوا لكذا، وبعدين في الاخر انت مش واخد بالك من سياق الكلام. ده هو عايز عبد الوهاب من غير مزيكا، ده هو ضد المزيكا اصلا، يعني المزيكا اللي هي قمه التجريد عنده حرام. التجريد انا عايز اشرك الناس معانا يا جماعه، لو حد عايز يشترك في مجرد حرام، يعني مجرد صوت آلة الكمانجة حرام. يعني في بعد كده انت هتتكلم مع مين يا وائل؟ يعني احنا بنتكلم والله اصلا يعني الشيخ سامح لا يحمل هذه الافكار وحده يا استاذ مجدي، ما انت عارف يعني النهارده لما بتيجي بتشطب هويه الفن وتعتدي على الفن. التاريخ الانساني ومصر كلها قررت ان هي يعني ان هي تمشي وتطلع لقدام وتدوس على كل هذه القلوب المغلقة يا شيخ سامح، ده تقدم بعض الأمم والمجتمعات. الفن من مقاييس
هذا التقدم، قل لي الفن عندك ايه بيقاس به ايضا من عوامل ليس هو المقياس الوحيد يعني، لكن انت ليه بتتعامل مع هذا الفن بهذا انه عمل دنيء وتتعامل معه بهذا الشكل، والفنان عندك مسبقا متهما، لكن لو القضية متعلقة بشيخ بتدافع حتى قبل ان تجمع المعلومات المتعلقة بده؟ لا 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 لا، جمعت المعلومات، لا ده جمعت المعلومات، وهو الشيخ اللي انت بتتكلم عليه في بنها والراجل شغال والقضية بتاعت العام، بس منه ما طلعتش في الاعلام. هي قضية شيخ واحد فقط، ولا انا عايز ادلل مش عايز اعمل صورة معاكسة يعني، لكن انا بقول لك ان انت بتتعامل مع الفنان لما بتقول لي في واقعه. لا لا لا، بقول لك ما انا عندي عشرات الوقائع، اجيب لك عشرات الوقائع اللي فيها اعتداءات ايوه من بعض رجال الدين. لا, لا لا يمكن ان اعممها انا على رجال الدين، بس انت بتعممها على الفنانين. لو في شيء، انا عندي البلكيمي كان فيه فضيحه عمليه تجميل، وعندي بعد علي ونيس كان فيه قضيتين ثلاثه متعلقين ايضا بشخصيات. ماشي، اي واحد اخطا يثبت عليه خطا يعاقب عليه ويبقى شفت بقى مصر. اي واحد يبقى متعمم. ليه بتمسك لي في واقعه بفنان او مشهد في فيلم؟ لا وتقول لي اصل واحد الفن واحد كله كده. مشهد واحد، مشهد يعقوبيان الشذوذ الجنسي ده مشهد، الافلام دي كلها اسمها مشهد. انا هل انا بتكلم على فيلم او تمثيليه ولا بتكلم على صور؟ موقفا زي ما انت عايز من انما لما تربط ده، لما اقول لك تقول لي نترحم عليهم بس لازم اذكر مفاسدهم، ليه؟ انا بقول لسعادتك دي قضيه منفصله عن ديت، الترحم ده جانب، اما ذكر مفاسد الافلام وكون حضرتك تقول لي تقدم الامم، هل امريكا تقدمت بالفن؟ هل بريطانيا وفرنسا والدول العظمى تقدمت بالفن؟ في فرنسا من عوامل التقدم هذه الامم هو انه الفنون فيها، مش الفن بس، الفنون بكل اشكالها تتقدم، التقدم التكنولوجي والتقني والحضاري والسلاح وكل ده. وانت الافكار يعني اللي عندك دي تعمل تقدم تكنولوجي يا شيخ سامح لما تتعامل ما تعملش ليه مع الفن بهذه. هل احنا معانا شهادات واولادنا معاهم شهادات وشهادات عاليه وعايشين في المجتمع، مش قاعدين في كهف ولا حاجه، وبنتعامل مع التقنيات الحديثه ومتحضرين بفضل الله عز وجل، وعندنا قصادنا وعندنا شغلنا اللي احنا شغالين فيه، مش متاخرين ولا متخلفين، وبنتابع انواع من الفن، واللي بيرسم واللي عنده رياضه بيمارس رياضه، وكله شغال عايشين حياتنا كويس جدا جدا، لا نزداد الاخر، ونتقبل او اتقبل الاستاذ اللي بيتكلم معاك، واتقبل الاستاذ خالد الصاوي واللي الله يرحمهم اللي ماتوا، عندنا تقبل للجميع. ده ليه انت هو بتقول الاعمال الفنيه بشرط ما يبقاش فيها موسيقى؟ لا يعني انا بتكلم، يبقى انت بتحرم الموسيقى بتكلم عليه هو. ليه يحصدنا؟ ليه يحصدنا؟ ما يدينا مثال، يحصدني في اللي بيكفروا. طب ما انا مش تبعهم وهم مش تبعي، هم بيكفرونا انا كمان، الناس اللي بتكفر دول بيكفرني، ليه ما يجي يتكلم هو كمان يتكلم على التكفيريين؟ طب دول بيكفوا بيه. لا هو بيقول لك انت بتدلل على ان في فنان مش في صفحه الحوادث في قضيه نسب، فهو بيقول لك ما انا عندي مشايخ افتوا بالقتل يعني، هو مخطئين. لا وده لا يعمم على كل يعاقب، ده يعاقب. طب ما الفنان يعاقب، اشمعنى ليه بتتعامل على انه، انا بقول لك ليه الفن فانت اللي دللت بهذه الوقائع يا استاذ وائل. وانا اللي دللت. ايوه تمام، بس انت ليه جعلت من الخاص يصيب العام يعني؟ ليه جعلت من قضيه خاصه تصيب كل الفنانين؟ انا ما بقولش كل، عشان كده ده اللي خلاني اقول لك علي ونيس او اقول لك اي حد. لا لا، انا ما بجيبش سيره الواقعه الوحيده بتاعت النسب ديت هي اللي كل الفنانين كده، انا ما قلتش كده. وقلت لي الفنانين يا مش عارف اخبار عن انه اول ظهور لها بعد الطلاق، طب وده ماله؟ وانت ما يعني ايه المشكله عندك في ده؟ لا طبعا تشغل المجتمع والرأي العام كله وتضيع وقت الناس، عشان هو دي الفنان، دي رساله الفنان. وبعدين ايه كمان عندك كمان مثلا، انا بس لو عدت او تذكرت الكلام، تلاقي مثلا واحده تطلع بفستان معين انت واخد، وبعدين بعد شويه الفنانه تعتذر عن الفستان الجديد اللي طلعت بيه في حفل كذا، وطبعا هو مش جديد، هو الفستان الخليع او الفستان الشاذ. فيقول طب وليه تطلعي كده اصلا؟ وليه تطلعي تعتذري بعد كده؟ وليه يحصل الكلام ده؟ طب وانت شاغل نفسك انت، وانت معتقد ان المجتمع مشغول بهذه القضايا، انت اللي شاغل نفسك بيها، مش جايز العيب عندك يا شيخ سامح،
مش جايز العيب عندك انت اللي بتتعامل مع المرأة على انها وعاء جنسي، مش جايز العيب في دماغك انا اللي بتعامل ولا هم اللي بيستغلنا استغلال جنسي؟ طب ما انا مش مشغول، انت اللي مشغول الحاجة، انت بتقول لي على حاجة انا مش مشغول بيها ولا الناس انا مشغول بيها ولا بفتح الاخبار دي، انا بتابع العناوين فقط. امال بتقولها ليه؟ ما انت اللي مشغول بيها، انت واضح انه هذه الاخبار تستهويك. ابدا والله ولا بفتحها ولا بفتحها اصلا، بس انا وانا بتابع الفهرس بتاع الاخبار بتابع اشوف العناوين فقط، العنوان اللي يجذبني بفتحه. يعني انت ما شفتش خالص فنا يخاطب العقل ويخاطب الفكر ويخاطب الأفئدة ويخاطب الضمير كله؟ الفن اللي بتشوفه، لا الفن اللي بتشوفه كله يتعلق بالوعاء الجنسي للمرأة هو ده؟ لا لا، هم يقولون الحكم أغلبي، أما غالب الشيء يحصل فيه مشاكل يبقى احنا النوع محتاج علاج، الحكم أغلبي. فهل هل الفن بالعكس بقى اللي انت بتقوله، هل الفن مبرئ من كل سوء؟ هل الفن بيعلم الاخلاق والناس؟ انا عندي مشايخ اصدروا فتاوى ما انشغلتش بيها ليه؟ يجوز التقبيل في البلكونه ولا لا؟ الراجل يقبل زوجته ولا يمارس معاها العلاقه الجنسيه في البلكونه؟ لا لا، دي فتاوى شاذة. ما هوش معنى شاذة هنا والاخبار دي تقول انه شايفين الفنانين بيعملوا ايه؟ شايفين يعني. انا لا مشغول بهذا ولا بذاك، لكن انت مشغول. انا مش مشغول بحاجه، انا كمان انا كتبت بس لسه مات فنان، فانا بكتب يا جماعه مع كذا، نبتدي نعرف برضه ان اللي احنا كنا بنقول عليه طول العمر من اللي في الافلام وما فيها من مفاسد وما فيها. بتعمل ده مع 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 اي شخص يمكن انه يموت؟ يعني هتقول هو انت عارف الطبيب اللي مات ده؟ يعني ما تسيب الناس تترحم، مش معنى مع الفنان عملت ده؟ هو انت عارف الطبيب اللي انت ترحمت عليه ده ماذا كان يفعل؟ انت بتتكلم على رجل الدين زميلك اللي انت ترحمت عليه، ماذا ما تترحم يا اخي وسيب ده لله سبحانه وتعالى. انتوا عايزين ليه تنتزعوا حتى صلاحيات الله سبحانه وتعالى؟ لا لا لا، نترحم عليه مطلقا، ما حدش قال حاجه، انا ما قلتش حاجه. انت اشمعنى في دي اترحم؟ بس يا جماعه خلي بالكم من مفاسده، من مفاسد الافلام وهذا السلك، هذه المهنه. انما ما بتكلمش على هذه المهنه. انت عندك مشكله مع المهنه، مهنه طبعا. انت عندك مشكله مع مهنه الممثل، يعني مهنه اللي هي فيها المفاسد ديت، هذه المهنه اللي فيها المفاسد معينه. طيب يعني التمثيل عندك مهنه مفاسد؟ لما يكون في مفاسد، ما فيهوش مفاسد ماشي خير. شيخ سامح بس انما كانت المفاسد يعني. طيب استاذ مجدي في تعليق اخير، واخد تعليق اخير تاني من الشيخ. استاذ مجدي اتفضل. والله يا وائل انا بقول لك انا ما بعرف اقول ايه في الحالات دي، لانه النقاش تحت المستوى. انت دلوقتي فعلا انت قلت له، انت لما بتيجي تقعد قدام مكتبه وتنتقي من الكتب ما ترى انه يصلح لك ويصلح لفهمك وعلى قد دماغك، انما لو انت كل اللي شغلك الكتب الجنسيه وما تدورش على الكتب الجنسيه وفستان الفنانه، والفنانه مش مشغول بفستان فنانه يعني. لو انت بتتفرج على فيلم انا ممكن اعدي لك في كل سنه 10 افلام كويسه، كل الناس ما بتتكلمش غير على الخمس افلام او العشر افلام الثانيه اللي مش كويسه. انا معاه كنقد سينمائي مش كحلال وحرام، على انه الافلام اللي مش كويسه زي ما في كتب دين مش كويسه، زي ما في كتب دين بتدعو للقتل وللتكفير، وزي ما كتب دين بتدعو للاغتصاب، زي ما في كتب دين بتدعو لغايه امبارح بالله واحد من داعش قتل امه وطلع فتوى بجواز قتل الام. يعني في رعب بعد كده، احنا واصلين لايام الرعب. فانت بتتكلم على انه تدخل الدين في كل تفصيل حياتك، وانت الحكايه انشغالاتك الاصليه هي اللي بتحكمك. انت قدامك الحياه واسعه، ما تفرضش عليا نوع معين من الحياه. انت عندك كتب في الدين اقرا كتب الدين، عندك كتب في الثقافه اقرا كتب في الثقافه، عندك في الفن اقرا كتب في الفن. مشغول بالجنس والله ابعد عن نفوخنا، حل عن سمعنا، واقعد اعمل الجنس ده بعيد عننا، لكن ما توضحش ان الدين كله مالوش اي اهتمام غير ازاي تتغطى وازاي المراه تتنيل وازاي ان كل حاجه هي المراه اساس كل المفاسد وكل المجتمعات وكل يعني الدنيا كلها بالنسبه لك هي هذه وجهه النظر المتدنيه جدا الى الكائن الانساني اللي هو المراه. فانت الاله تنضح بما فيك. اذا انت بتنضح بالخير هتلاقي الخير، اذا كنت بالفن هتدور على الفن الكويس،
اذا بتنضح بالخير هتدور على الادب الكويس، هتدور على الثقافه الكويسه، هتشوفها حتى تلاقي نفسك يعني فخور بنفسك وفخور باهتمامك بالحياه وفخور بتربيتك لنفسك ولاولادك. انما انت بتدور على الزباله مش هتلاقي غير الزباله. استاذ مجدي بتوجه لك بالشكر. الشيخ صبر عباده وكيل وزاره الاوقاف، شيخ صبر اهلا بيك. اهلا يا زوال، مرحبا. شيخ صبري الشيخ سامح عبد الحميد داعية سلفي كان قال في جدل حصل بسبب عدم جواز الترحم على الفنانين، هو وضح قال لا نترحم عليهم لكن نذكر مفاسدهم يعني، وربما استمعت الى جزء من كلامه، تعليقك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اولا عاوز اقول للشيخ سامح ان الاستاذ وائل الابراشي اللي حارب السبكي للفن الهابط والفن الذي يدعو للرذيلة، وكنت ضيف حلقة معه في العاشرة مساء ضد أسامة القوصي لما عبر تعبيرات خارجة على الفيسبوك في تفصيل لمفاتن إحدى الممثلات، يعني النظرة القاتمة للمجتمع بهذه الصورة يجب أن تتحول، وأن ننظر إلى الجانب الخير في حياة الإنسان، هذه هي الأولى. أما الثانية وهو الأمر والترحم والعلاقة بين الإنسان وربه، أنا عاوز أقول للشيخ سامع عندنا آية محكمة في سورة الكهف، ربنا بيقول للناس ما تفكرش عملك دوت إن هو فعلا اللي هيوصلك، ولا إن أنت هتوصل بمفاهيمك الوضعية إن أنت أفضل الناس، ولكن الأمر معلق بيد الله عز وجل، هو له الحرية المطلقة، والله عز وجل يقبل من العمل ما يقبله وما لا يقبله، فهذه هي من صفات الذات العالية. ربنا قال إيه بقى؟ قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني واحد طول عمره مفكر نفسه فوق الناس وأنه ناجي وهو لدخل الجنة وهو ما فيش غيره، وكل الناس دول هيخش جهنم، وفجأة يفاجأ يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعود إلى أصول الإسلام، أصول الرحمة، وما عليه إجماع الأمة، وهذا في كتاب التذكرة للإمام القرطبي، هل جواز لعن وسب الكفار الذين نراهم عيانا بيانا طوال حياتهم كفار في نظر الإسلام أنهم مخالفين للإسلام، ما عليه إجماع الأمة قاطبة أنه لا يجوز سب الكفار بعد الوفاة بعد الموت إلا ما كان منصوص عليه في القرآن، وما كان في القرآن بنصه وباسمه مثل فرعون وهامان وقارون والنمرود، هذا ما عليه إجماع الأمة. ثم نعود إلى أمر آخر وهو القدوة والرحمة المهداة الذي جعلها الله عز وجل للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عبد الله بن أبي بن سلول الزعيم المنافقين لما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه واعترضه الصحابة على مفاسده وأنه مات على الكفر لأنه كان منافقا، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى وأعطاه قميصه ليكفنه فيه، ونزلت آيات القرآن تحذر النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال والله لو زدت وغفر الله لهم لفعل. يعني جانب الرحمة أكثر من جانب العذاب. عاوز أقول للشيخ سامح يراجع البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض رجل من الأمم السابقة وليس معه سمت حسنة، يعني كل أعماله كلها سيئات، فقال الله عز وجل له تذكر عبدي، فقال يا ربي والله إنني كنت زمال، أنا كنت تاجر وبأداين الناس وكنت بقول للمحاسبين بتعوتي عشان نقول لحديث الناس العامية عشان يستعرفوا، كنت بقول للغلماني انظروا الموسر يعني اللي معاه فلوس وحيجيب بكرة خلوه شوية، واعفوا عن المعسر لعل الله أن يعفو عنا، فغفر الله له بذلك. وذكرت كتب الرحمة أن الله غفر لإنسان بأنه سقى كلب. بأي الأعمال ستدخل الجنة أنت لا تعرف،
الفنان او الانسان اللي حيموت انت ما تعرفوش مات على اي ملة ولا اي دين، ولكنه في ذمة الله. وهكذا دعانا الاسلام الا نسب ولا نذكر مساوئ ولا معائب الموتى، لانهم قد افضوا الى ما قدموا. هذا هو اسلام الرحمة ونبي السلام. طيب الشيخ صبري الف شكر. هاخد استاذ بس تليفونين من الناس. استاذ عبد الفتاح من هنا، وشيخ سامح خليك معايا يعني شوف تعليقات المشاهدين على ده. استاذ عبد الفتاح اتفضل. السلام عليكم استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. والله انا مع الشيخ سامح، ده انسان ما عندوش اي فكر بينشغل بالاخر. اتفضل. كمل على طول يا استاذ عبد الفتاح، ما تسمعش من التلفزيون بس. الشيخ ده لو انشغل بنفسه، انت بتقول انه راجل يعني عنده فكر كان تقدم فيه. يعني ما يمسكش الاخر. الممثلين ده يعني ناس استفدنا منهم كتير، ما تبصليش على واحدة بالفستان، شوف الموضوع المضمون نفسه. شوف المضمون نفسه. كلمونا كتير عن الفساد وعن اشياء كثيرة جدا استاذ وائل. طيب الشيخ ده فاشل اصلا، فاشل. بتوجه لك بالشكر الاستاذة وسام موسى. استاذة وسام اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضلي. اول حاجة بس هو انا عايز اعرف الشيخ سالم هو مين اداله لقب الشيخ؟ وبعدين هو طالع بيفتي، انا عايزه اقول له انا يعني انا مسلمه عاديه الحمد لله، وبعرف اللي ليا واللي عليا، ومش بشتغل في الوسط الفني، بس انا كبني ادم ربنا سبحانه وتعالى اداني العقل اللي اقدر اميز بيه. هو سيادته طلع بيقول، انا عايزه بس اقول له حاجه، انا مش هقدر اقول له شيخ، لان الكلام اللي بيقوله ده لا ينطبق خالص ولا يدرك تحت اسم شيخ. بيتقال اذكروا محاسن موتاكم، يعني مش مساوئ موتاكم. عايز اقول له هو الرسول عليه الصلاة والسلام كانت جنازة يهودي معدية، الرسول قام وقف لها يعني احتراما للروح. طيب يا عم سالم يا اللي بتتكلم، او يا استاذ سالم، هل انت شققت عن قلب كل فنان وفنان؟ انت تعرف اللي بينه وبين ربه؟ طيب لا، هو لو عايزني انا بقى ارسله واعدله اعمال الخير اللي الفنانين بيعملوها في الخفاء زي ما ربنا امر منك، هي ان ايدك اليمين ما تعرفش ايدك الشمال عم بتدي ايه، اقدر ارسله. هو ايه يا ترى اعمال الخير اللي هو بيعملها؟ هو اعمال الخير ان هو قاعد بيتكلم وبينهش في الاعراض، ده هو، وده بيسمي نفسه شيخ؟ يعني انا على اي اساس هو بيتكلم؟ وبيتكلم على الافلام وبيقول لك بوظت الاجيال؟ لا يا استاذ سالم، بالعكس، هي الافلام بتجيب الشيء السيء علشان تحذر الشباب منها، لانك انت لو متابع جيد، بس انت واضح انك انت بتهاوي الافلام السقطة دي، فدي حاجة جواك، دي حاجة في نفسيتك انت. المفروض لو انت تشوف الافلام دي بتبين النموذج الوحش، وفي نهايته بتعرف البني ادم اللي مشي في الطريق الغلط او الطريق الوحش اللي حصل له، اللي راح اتجوزت عرفي ولا من ورا اهلها ولا الكلام ده اللي حصل له. ها متهيألي افلام سيدة الشاشة الله يرحمها فاتن حمامة، ما هي دي كانت فنانة، هي افلامها من ابوكاتو فاطمة لامبراطورية هي كانت دي كلها مش افلام هادفة، ولا انت رايح كويس على الحاجة اللي مش نضيفة لمؤاخذة وبتشمها؟ دي حاجة جواك انت، فانت بلاش تعمم فتوتك. وهل يا ترى انت حضرتك متخرج خريج ازهر؟ ما انا مش فاهمه ايه كل واحد كل اليومين دول نلاقي كل واحد طالع لك ويقول لك شيخ، ما على اي اساس انت شيخ؟ لا، مش الفن اللي بيدمر عقول الشباب، اللي امثالك هو اللي بيدمر شباب باكمله. وحضرتك انا ما سمعتش كده، يعني انت اتحمقت وطلعت واتكلمت لما سمعنا عن كان في جامع قريب وفي رذيله والعياذ بالله بتمارس جوه الجامع، الحميه دي ما خدتكش ليه وطلعت تدافع وتقول لا، او اللي قايم على الجامع ده غلطان؟ انت كل قاعد تفكيرك دي فستانها، وبلاش تبصني في عينيا
لا حضرتك يبقى العيب جواك انت، ودي مشكلة جواك، وانا نصيحة من اخت لك في الله بقول لك انت اعرض نفسك على دكتور عشان يطلع المرض النفسي اللي جواك يخلصك. انت واضح انك انت عندك عقدة جواك، لكن ما تقوليش لا الفن لو بتفهم. طيب خلينا شيخ، شيخ سامح نرد على هذا الكلام، وعايزين نحفظ للضيف حقه بس في شيخ سامح اتفضل. اولا انا لفضيلة الشيخ صبري عبادة اتكلم كلام طيب، بس هو يعني ما بيتكلمش على افلام خالص، هو بيتكلم على اللي مات ولا نعلم هل هو عند ربنا مقبول. صح، كلام مظبوط وكلام جميل جدا جدا، وانا موافق على الكلام دوت، وانا لا اجادل فيه، بل انا بقول كده اللي مات دوت الممثل ممكن يكون افضل عند الله مني، ولكن هذا لا يمنع ان احنا نتكلم ببعض العيوب اللي حصلت. اما بالنسبه للاستاذ مجدي اللي كان مع سعادتك يتكلم برضه هو وكأنه بيقادلنا بداعش الشاب اللي قتل امه والكلام ده، ودول برضه زي ما بيهددوا الناس بيهددونا احنا كان بقى احنا اول المهددين، لان احنا بالنسبه لهم منافقين او تخلينا عنهم او عن الاسلام الصح. طيب هي القضيه ان انا ما باخدش ده واصيب كل رجال الدين به، انما المشكله عندك انت بتتصيد للفنانين حتى تصيبهم جميعا بسوء السمعه يعني. لا لا انا بتكلم دلوقتي على نقطه تانية كمان، عشان لو احنا الاستاذ مثلا الناس اللي هي حريصه على ان هي تترحم عليهم الناس وكده، يعني سواء انا او غيري، الواحد يقدم في حياته خيرا للناس ويقدم ما بينه وبين يد الله تبارك وتعالى اعمال صالحه وجيده. فاذا كانت مثلا ممثله زي ما انا قرات بعض الاخبار اللي هي زعلانه من الفتوى والتلحم وكده، حسيت والله يعني عشان برضه الامانه حسيت بان هي عايزه رحمه ربنا وعايزه لقاء ربنا وعايزه تتقدم من ربنا وحريص على ان الناس تدعو لها. فانا بنصحها وانصح نفسي طبعا وانصح الجميع ان احنا خلاص يبقى نقدم شيء نقف قدام ربنا يوم القيامه يقول له قدمنا كذا، افدنا المجتمع، افدنا نفسنا، تقربنا بك يا رب بهذه الاعمال فقط. انما طيب انا تعليق على كلام الاستاذه وسام الاخير اتفضل. الاستاذه وسام بصراحه كلامها فيه يعني تجريح شويه وشد وشخصنه علي انا، انما انا استاذه وسام بتكلم الممثلين وغيرهم نقول لهم ربنا يرحمهم ونتمنى لهم الخير وربنا يوفقهم، ولكن كذلك مش عارف هل هي بتنكر ان في يعني مجرد نظر ده ربنا حرم النظره، يعني ابص لواحده وهي تبص لراجل في التلفزيون، طب ما دي حرام نفسها، فما بالك بما اشد من النظره. يعني هل احنا ننكر كده؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وتاني كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، ففي غض بصر. فازاي احنا يعني انا ما ينفعش بس مجرد اشوف واحده، فما بالي اشوفها وهي يعني بمشاهد مش كويسه او حاجات مش كويسه، فهل هي بتنكر ايه؟ انا مش عارف. فمجرد ده فما بالك بقى تعليم الجريمه والمخدرات، وتعالى يا ابني معرفك ازاي صاحبه الجامعه وتسهيل الرشوه وتحبيبها والفقر، فيعني في بلا شك مفاسد لا تنكر. اما بقى المفاسد متساويه وكل افلام متساويه، لا مش كلها، في مفاسد اشد من مفاسد وفي مشاكل اشد من مشاكل وهكذا. فانا نصيحتي ليا وللاساتذه الافاضل الاستاذ خالد الصاوي والاستاذ عمرو عبد العزيز برضه كان اتكلم وغيرهم ان هم نقدم بس حاجه بين ايدينا ربنا تبارك وتعالى بس. لا الحقيقه هم يقدمون فنا يخدم المجتمع وفنا يهذب النفوس. انت شايفه بقى يا شيخ سامح انه فني يداعب الغرائز، هتبقى مشكلتك انت اللي بتشوف الاعمال بشكل تاني، انت اللي بتشوف المرأة على الشاشة على انها وعاء جنسي. انا بقعد على الشاشة ما بشوفهاش كده، انت بتشوفها كده. انا بشوف المرأة كده، المرأة كأم وكبنت وكزوجة، هي نصف المجتمع وثلاث نصف الآخر، وإحنا مكرمينها وزوجاتنا بفضل الله عز وجل عايشين ملكات في بيوتهن وكل حاجة تمام. هم أنا بستغرب النساء ديت إزاي، يعني أنا مش عايز أتكلم حتى لو يكون في يعني نفس أكتر، فين أهالي الناس البنت اللي تطلع طفلة صغيرة لسه وتطلع تتمثل وتطلع؟ يعني أنا من فترة كان في مسابقة للتمثيل وحاجات زي كده، لقيت أهالي امتنعوا إن بنتهم تطلع. طب ما دي حاجة جميلة، مين يرضى إن بنته تطلع بهذا الشكل وتعمل ادوار بهذا احنا اللي بنبتذل المراه ولا الناس اللي كتير بيقضوا على بناتهم حاجات عجيبه جدا تحصل؟ انا اللي ببص للمراه على انها وعاء جنسي ولا اللي بيستغلوها في الاعلام؟ لا العيب في دماغك انت انك بتشوف المشاهد يعني. ممكن تقرا نصا ادبيا فانت شايفه لا مش ممكن. انت بتقراه بمنهجك وبتفكيرك، في غيرك ما بيشوفوش كده. ازاي انا اصلا بتاع تخصصي لغه عربيه، ازاي ده واحد هيشوفه بمنظر؟ انا بكلمك عموما شيخ سامح، خلينا ناخد راي الفنان
الكبير احمد السقا. استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل. يا حضرتك ازيك يا حضرتك. اهلا بيك. طبعا احنا بتربيتنا واصولنا وبتعليمنا ويعني تعودت ان انا اقول مولانا باختلاف النظره وباختلاف الاودليجيات، يعني في حضرتك مولانا ومن اولي الامر او تعتبر من اولي الامر. طبعا انا ما بتصلش عشان اي حاجه، وجهه نظرك الشخصيه حضرتك حر فيها، ولكن الفن يقدم رساله، الفن هو ابداع وليس خلق. واختلف زي ما حضرتك دارس لغه عربيه، انا دارس لغه عربيه، انا بختلف لما حد يقول ايه الخلق من الواقع، لا هي هو ابداع وكل حاجه واو الى اخره. اسمح لي بس اسال حضرتك سؤالين بعد اذن حضرتك لو سمحت لي فضلتك. ولا انا احب احيي سعادتك على اما كان مع الصحفيه في الجنازه في المسجد وانت طلعتها، انا فاكر ده انا قرات عن كده. لا سيبك مني، احييك على حرمه المسجد. وانا قلت أنا راجل يعني ده انا راجل ده احمد محمد ده عنده شهامه، ممثل عنده شهامه وعنده يعني تقديس لسعاد الله وتقديس للمسجد. احمد محمد صلاح الدين عبد العزيز حضرتك راجل موحد بالله، بعمل الهوم ورك اللي عليا والواجب اللي عليا، بصلي بصوم بزكي، كل ابن ادم خطاء لينا اخطائنا واذا بريت فستر وكل الكلام الجميل ده. انا بس محتاج سؤالين من حضرتك. استاذ حضرتك، حضرتك اكبر مني في السن ولا اصغر مني في السن؟ حضرتك ولادك انا اجوز شويه. انا تمام يا فندم. شفت كم فيلم في حياتك يا فندم؟ لا انا يعني من ساعه ما كبرت كده شويه مثلا ما بقتش. يا انا سؤالي محدد بعد اذن حضرتك، من يوم ما وعيت على الدنيا كنت بتتفرج على سينما ولا لا؟ لا انا بعمل حاجه لحد دلوقتي، انا بتابع الاخبار من ناحيه الفيلم مثلا ممكن. في سؤالي برضه محدد بعد اذن حضرتك، حضرتك من يوم ما وعيت على الدنيا وعيت على اسماعيل ياسين يعني وزينات صدقي والناس دي، او اتفرجت على ايوه تمام الابيض واسود؟ انا كنت ايام الابيض واسود. الابيض واسود شفت ايام الابيض واسود؟ ما حضرتش الوان خالص يعني؟ لا شفت طبعا في التلفزيون صغير وانا عند والدي الله يرحمه، شفت ابيض واسود. افلام شفت ابيض واسود وشفت الوان، بس الكلام كده متناقض. انا بقول لحضرتك الرساله هنا، انا بس انا هتكلم عن نفسي مش هدي امثله بغيري. انا لما عملت فيلم اسمه تيتو او ابراهيم الابيض كان فيلم عن التطهر، وحضرتك تعلم ما هو التطهر وتعلم ما هو البطل التراجيدي يعني، كان المنتج ايوه هيحبط لما تموت، قال لهم لا ده مجرم لازم ياخد عقابه. احنا كنا فنانين وصلتنا تفصيل وصلتنا ان احنا نوصل الرساله السلبي لإلقاء الضوء عليه والايجابي. قد تختلف معايا، احترم اختلافك، قد تغض البصر قد تغض البصر، ولكن من الحلقه اللي انا قاعد متابعها حضرتك دي حضرتك شايف وعارف وقاري وفاهم، واسمح لي ان انا بستخدم لغه درجه شويه، وانا راجل الحمد لله ضريع في اللغه العربيه وحافظ معلقات جاهليه، وراجل دراستي كمان الحمد لله رب العالمين في ترتيل القران فعارف. وفي النهايه هسال سؤال لحضرتك واحد بس يعني سالش يعني لا ما اقصدش العفو، بس هل شققت عن قلبي؟ بمعنى الواحد ممكن يكون عايش ما حياته بطول العرض، ولكن يبعث المرء على ما ايه؟ يبعث المرء مات عليه على ما مات عليه. الله يفتح عليك، نسألك أن تترحم على موتانا، نسألك أن ليس كل موتانا فاسدين، ليس كل دبائنا وليس كل فناننا فاسدين، كل احترام وتقدير ليك وكلامك فوق دماغي، وإن اختلفت واختلف الرأي يفسد الود قضية. أنت راجل جميل والله، يكفى فخر إن أنا عرفت إن حضرتك دلوقتي شفت أفلام سينما، منها اللي استفدت منه ومنها اللي ما عجبكش، بس اللي ما عجبكش الستر، بلاش فضل الستر بس مش أكتر. لا أكثر ولا أقل، الستر هو نمرة واحد، والستار ليس الموت ستار، الستار ده الستارة الحيطة الستير، ربنا اسمه الستير وحضرتك أدرى مني بكده. فإن إحنا نطلع على الهواء ونتكلم على مفاسد وعلى 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 وفي الآخر نقول الله يرحمه، لكننا بنقول الشيء وضده. أنا عفوا أنا ما بصلحش عليك وهو هتفهمني غلط، أتمنى أخيك تتغير مقاما، ولكن إن الله حليم ستير ستير. أبو الله يرحمه صلاح السقا علمني قال لي الفضيحة تيجي لغاية عندك وتقع، فما بالك إن مفيش فضيحة أصلا وحضرتك متابع للسينما. تابعنا شوية وإحنا نوعدك إن إحنا أصلا إحنا في فترة سياسية وفي فترة اجتماعية محتاجة أفلام تنمي فينا قيم معينة، تنمي فينا مبادئ معينة، تنمي، ولكن أنت مش هتقدر تبين القيمة دي إلا لو بينت ضدها، مش هتقدر تبين الحلو ده إلا لو بينت الوحش، ممكن بشكل ما يعجبكش غض النظر، ولكن ليس كل ما شهدته فاسد، وليس كل ما أيقنته فاسد، وليس كل الناس فاسدون. وفي النهاية إن بسم الله الرحمن الرحيم، وسمحني إن أثقلت عليك، دي ناس كويسة جدا والله يا مولانا، بس حضرتك ايه بص بعين الرحمه كده وايه وسيبك من المفاسد، المفاسد ادعي لهم بالرحمه، ادعي لهم اغفر لهم، يمكن دعاء مقبول دعائك مقبول عننا، وسامحني لو طولت عليك، متشكر يا وائل بيه جدا،
وسامحني لو طولت عليك، وارجو ان انا ما اخش اسخلت عليك، واقسم بالله كلامي ده بمنتهى الادب والتأدب. وانا بحبك وانت انسان جميل جدا ومتشكر جدا على الكلام. انا بس انا بوضح مش اكتر، انا بوضح مش اكتر، ارجو ان انا بس اكون كل زملائي اللي اتكلموا قبل كده وكل الساده الافاضل وكل الساده المشايخ وكل وكل اللي اتكلموا قبل كده كلامي متفق معهم. اختلف مع الاساتذه اللي كانوا عصبيين شويه، سامحهم وهم عصبيين من نقطه معينه. لا لا انا متسامح مع الجميع، وانا اصلا ولكن سامح ولكن وربنا يستر لهم الحال ويبارك فيهم ويحفظهم جميعا كلها يا رب. وارجو من عينيك الكويسين خلي عين منهم بس تشوف الايجاب والعين الثاني تشوف السلبي وتدعي للسلبي مش اكتر. ربنا يحفظكم. طب ما انت شفت افلام يا شيخ سامح يعني وانا في ابتدائي وابيض واسود. لكن ما بتشوفش دلوقتي يا مولانا؟ يا مولانا انا ماشي حضرتك ما قلتش وانا في ابتدائي، انا قلت انا شفت ابيض واسود وفي بيت ابويا لحقت شويه الوان، صح ولا غلط؟ صح كده. انا حابب اوضح المعلومه. وائل بيه شاكر افضلك وبديك التحيه قدام التلفزيون. شكرا يا استاذ احمد، الف شكر يا شيخ سامح. بس يعني انت ما بتشوفش الافلام اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي الايام دي؟ يعني بقرا عنها تقارير، بقرا عنها تقارير يعني نقدية. يعني تحكم نقدية على فيلم انت ما شفتوش ازاي بس يا شيخ سامح؟ ايوه ما اقرا يعني مش يعقوبيان ديت مش هي روايه اصلا؟ يعني انت بتقول لي رايك في يعقوبيان وانت ما شفتش الفيلم؟ ما انا بشوفت قضيه القصه الروايه. انت هتلاقيك شفت الفيلم بس يا شيخ سامح، بس انت مش عايز تقول يعني انت والله يعني والله العظيم ما شفته. طب كيف تحكم على فيلم انت ما شفتوش؟ من انا بحكمش على، انا بحكم على المشاهد والاخراج والكاميرات، انا بحكم على الروايه على النص. انا بحكم والنص على ماله؟ ما هو النص فيه الصراع ما بين الخير والشر، صراع ما بين الصراع ما بين يعني الارهاب والامن. النص فيه كده، هو النص ماله؟ في قاعدة شرعية ان واحد لا يشيع. والفيلم ماله في ايه يعني؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة، فاحنا ما نطلعش بقى واحد شذوذ ونبذذ العمل وكأن دي حاجة متداولة وكأن دي حاجة يعني مشهورة وحاجة عادية والواحد يفصح عنها ولا يستحي لان دي حاجة اصلا ربنا حطها مش عارف كذا وعملنا كذا، فالواحد يبذذ الغرائز ديت وينميها ويكبرها ويشهرها. وفي ممثل شاب مع بنت شابة والبنات بقى في ثانوي يقعدوا يحلموا بهذا الكلام، فطبعا لا مين قال كده ولا صدع ولا. هو انت رايك ايه في الاختلاط يا شيخ سامح؟ بعيد عن ده، انت رايك ايه في الاختلاط؟ انت مع الاختلاط ولا ضده؟ ما هو يعني زي ما بيتقال في الشرع ما فيش حاجه اسمها اختلاط كده لوحده. اختلاط بايه؟ اختلاط محرم واختلاط حلال. واحد موظف لا يعني انت مع الاختلاط ان الجامعه يختلط فيها الطلبه والطالبات، الوظائف يختلط فيها الضوابط الشرعيه، يختلط فيها الموظفين الشرعية والموظفات بالضوابط الشرعيه. انا كليتي مثلا كليه عريقه دار العلوم جامعه القاهره، كانت البنات بيقعدوا في صف لوحدهم ولا في صف لوحدهم، عندنا مكتبه قراءه لوحدنا بنين وكنا بنتعامل باحترام وادب. يعني في اختلاط اي نعم. لا انا بسالك رايك ايه في المجتمعات المختلطه، رايك ايه في الجامعات التي يختلط فيها الشباب مع الاولاد؟ هل انت مع الفصل ممكن ولا مع الاختلاط؟ انا عايز بس اشوف تنطلق من اي تفكير من اي منهج، لانك انت بتشوف انه بتشوف انه عندنا هنا مدارس كتيره جدا وغير اسلاميه طبعا، مدارس اجنبيه كمان والبنات لوحدهم والاولاد لوحدهم، مش مساله اسلاميه بس يعني. طيب مدارس خاصه امريكان وانت عايز كده، يبقى انت مش عايز الفن يعني، انت كمان ضد انه تبقى فيه ممثله في الفيلم، انت ضد انه المراه حتى تكون موجودة في الأعمال الفنية؟ مش أنا بتكلم على الشارع. أنا بسألك رأيك أنت. لا مش الشارع بقى، ده تفسيرك للشارع، ما تقوليش ده الشارع. وتفسير حضرتك إيه؟ لا ده تفسيرك أنت، تفسيرك أنت للشارع. لا تفسيري مختلف عن تفسيرك تماما يعني. إيه بقى أنا يعني أنت لا تحتكر الشارع ولا تحتكر الإسلام؟ لا أنا بسألك أنت أهو. طب ما خلاص، ما أنا بقول لك أنت بتقول لي ده تفسير، أصل أنت بتقول لي ده الشارع. ده تفسيرك أنت. انت ضد ان المرأة تظهر في الاعمال الفنية، يعني انت عايز اعمال فنية رجال فقط، خالية من جميع المخالفات الشرعية. لا رجال فقط كمان، ما تبقاش فيها نساء. وموسيقى كمان؟ لا يبقى فيها موسيقى ولا نساء ولا مخاطبة، حتى لو رجال لوحدهم ما يكونش فيها برضه حاجات مسفة. ايه المشكلة؟ اصل ده شرعنا مش هستحي منه. ده فهمك للشرع، انا عايز بس متحفظ. او ان انا مثلا على راسي بطحه واقول لك لا، او الواحد مثلا يتكلم. ده فهمك للشرع يا شيخ. يا شيخ سامح يعني ده فهمي. ايوه يا شيخ سامح، الناس صدقني الناس بتتجه لداعش بسببكم. الناس انت بتغلق الحياه في اوجه الناس، يعني انت بتظلم كل حاجه.
انت يعني كل حاجه بتضلمها. مقومات هويه اي مجتمع متحضر الفن من مقومات الهويه، يعني فيه الجيد وفيه الرديء. لو انت بتقول انا ضد السيء هقول لك انا معاك، انا ضد السيء معاك، بس انت ضده. احنا بقى واولادنا، انت ضده في المجمل. ماشي، احنا اولادنا بنروح النادي وهما بيلعبوا رياضه، واللي بيلعب سباحه واللي بيلعب كاراتيه، وبنخرج على البحر هنا في اسكندريه، وبنعمل اللي احنا عايزينه كله وعايشين، وبيختلطوا في النادي، وبيختلطوا في النادي. بتعلم ابنك وبنتك الفضيله وترميها البحر. بعلمهم الفضيله واحافظ عليهم ارميها البحر ليه؟ يعني انا اقصد بترميهم البحر، يعني لو اتحطوا في اي موقف الفضيله يا طوق الانقاذ، تربيه. صحيح، ابعد عنهم. مش القعده، مش البنت بتشوف الولد هو ده اللي هيعمل. بناتنا مش مكتئبات ولا حبال، بالعكس والله بنتي كانت بتعمل. او مشهد في فيلم، ابنك لو قاعد كده شاف مشهد في فيلم، انا بقول لسه هيفسد، يعني لو فسد يبقى العيب في دماغه، يبقى العيب في تربيتك. انت بتجيب لي على بنتي، مش بنتي نفسها كانت بتلعب كاراتيه، وابني بيلعب جيم مثلا، والتاني بيلعب سباحه. في جماعات تانية غير كانت بتحرم ان البنت تلعب بالرياض، مش ده فهمك للاسلام؟ في ناس تانية، لا لا لا، احنا في ناس تانية فهمها للشرع تحرم ان البنت، لا بنلعب رياضه بالضوابط الشرعيه، المدربه بالضوابط. وفي ناس فهمها للشرع تحرم ان شيخ زيك يتكلم مع التلفزيون مع الشاشه. ما هو كل واحد عنده الفهم فهمه للشرع. عندنا كل حاجه داعش بتقتل باسم الاسلام. ما هو المشكله ان هو اللي بيتكلم بيقول لي مثلا انت ما شفتش افلام، وانت كمان الاخ اللي بيتكلم مثلا هو ما شافش حياتنا عايزه ازاي. يعني في كمان تدريب سباحه للبنات في حمامات مغلقه، ودي متوفره ومشهوره ومعروف. فهو فاكر زي ما كنا احنا عايشين في الكهف ومنغلقين وحياتنا كلها حرام وسودة. لا ابدا، احنا عايشين عيشه بفضل الله عز وجل متحضره جدا. عندي ثلاث مداخلات عشان تعقوا عليهم وبعدها ننهي.